اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناه ومحافظات شمال الصعيد ومدن جنوب سيناء، وهيكون شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد. اما بالليل فهيكون معتدل على كل الانحاء، وفي النهارده نشاط للرياح على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، وشبوره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. وحضرتك طيبه. يعني يا دكتوره، عايزين حضرتك تطمنينا اكتر على حال الطقس اليوم، وهل هتكون الرياح الموجوده النهارده مثيره للرمال والاتربه؟ طب خلينا نقول طقس اليوم الاول. بالفعل طقس اليوم فيه ارتفاع طفيف في درجات الحراره، يمكن احنا اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجه لدرجتين. الطقس خلال فتره النهار احنا بنتاثر طبعا بكتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فبتؤدي للاحساس بارتفاع درجات حراره خلال فتره النهار، ومع سطوع اشعه الشمس الطقس بيكون حار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد. طبعا خلال فتره النهار معتدل الحراره على سواحلنا الشماليه، شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد خلال فتره النهار. خلال فترات الليل درجات الحراره ايضا مرتفعه وهتوصل ل 23 درجه مئويه على القاهره الكبرى، يعني الاجواء خلال فتره الليل معتدله الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه. بالاضافه كمان ان اليوم تكونت شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه، وادت لانخفاض الرؤيه الافقيه، لكن هي طبعا سرعان ما تلاشت مع سطوع اشعه الشمس على الساعه 7 الصبح بدات الرؤيه تتحسن على اغلب الطرق. بالاضافه كمان ان اليوم بالفعل في نشاط للرياح على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه الغربيه. نشاط الرياح دايما بيبدا بعد فتره الظهيره مع دخول ساعات المساء وساعات الليل، وده اللي بيساعد على الاحساس بالاجواء اللطيفه او الربيعيه خلال فترات الليل، وبالفعل هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه على اقصى غرب البلاد اليوم زي مطروح والسلوم، هيكون في اتربه ورمال مثاره. ده طبعا بداية لتأثرنا بوجود منخفض جوي خمسيني أو حراري على الصحراء الغربية، هيأثر علينا غدا بإذن الله الجمعة. منخفض جوي موجود على الصحراء الغربية هيأدي ليه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. غدا متوقع العظمى تكون على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، يعني أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار معتدلة خلال فترات الليل. نطمن طبعا السادة المشاهدين أنه هيكون ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، يعني هو هيبقى مدته الجمعة بس، ومن يوم السبت درجات الحرارة تبدأ تاني تعود ل يعني ال 32 وال 33، الأجواء الحارة اللي احنا عايشينها بقالنا أسبوع. كمان طبعا احنا بنقول منخفض جوي خمسيني، يعني اكيد هيكون معاه اتربه ورمال مثاره، فمتوقع غدا يكون فيه نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصه الاماكن المفتوحه، طبعا الاماكن كمان المكشوفه، الطرق الصحراويه، وقد يؤدي كمان لانخفاض الرؤيه الافقيه. سرعات رياح غدا هتكون ما بين 30 وال 50 كيلو متر في الساعه. شكرا دكتور منار. مشاهدينا، كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 33 والصغرى بتسجل 23، الاسكندريه العظمى 27 والصغرى 22، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 23، سيوه العظمى 34 والصغرى 24، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 21، دمياط العظمى 26 والصغرى 16، الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 22، السويس العظمى 32 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش العظمى فيها 24 والصغرى 21، سان كاترين العظمى 29 والصغرى 18، طابة العظمى 32 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 25، الغردقة العظمى 33 والصغرى 24، الفيوم العظمى 35 والصغرى 24، بني سويف العظمى 35 والصغرى 24، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها 35 والصغرى 23، سوهاج العظمى 37 والصغرى 24،
قنا كمان 37 والصغرى 23، الأقصر العظمى فيها 38 والصغرى 24، أسوان كمان بتسجل 38 والصغرى 25، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 25، شلاتين العظمى 30 والصغرى 21، وأخيرا حلايب العظمى 27 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.